الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه في الأولين والآخرين وفي كل وقتٍ وحينٍ وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آله وعن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم تقبَّل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم اجعله خالصًا لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم كن عونا لإخواننا في مسرى رسول الله يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا في القدس وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم كن معهم معينا وناصرا يا رب العالمين. اللهم عليك بالمحتلين والمنافقين من العرب والمناوئين للصهاينة يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا أكرم الأكرمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردًا جميلًا، وحد صفوف المسلمين، أعد للمسلمين مجدهم تحت راية الإيمان والقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، معاشر المسلمين، في الخطبة الأخيرة في رمضان وقد آذن بالرحيل إلى الله رب العالمين، نسأل الله أن يكون رحيلاً فيه مغفرة وعفو ورضوان من الله رب العالمين، وقبول للأعمال، واستمرار على الطاعة بعد رمضان، اللهم آمين. تعلمون أن الغاية من العبادات كلها أن يتقي العبد ربه وأن يصل إلى مقام التقوى. ربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تخفيف وإيناس. اللي قبلنا صاموا وإيناس، لكن الغاية ما هي؟ لعلكم تتقون. فالتقوى أكرم ما أسررنا وأبهى ما أظهرنا، وعلى المسلم دائماً أن يتقي الله في رمضان وفي غير رمضان، فالخير في استمرار الطاعة والاستقامة على الخير إلى أن تقوم الساعة. الحمد لله، قد وفقنا الله للصيام والقيام، ونسأل الله أن يتم علينا الشهر صائمين قائمين متصدقين مقبولين، اللهم آمين. وجميع المسلمين، من صام ومن قام أو كان معذوراً معذوراً، نسأل الله لنا وله القبول، اللهم آمين. فهنيئاً للصائمين والمستغفرين والتائبين، وألسنتنا دائماً تلهج بالدعاء لله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم التقوى، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الله يتقبل من المتقين. رمضان جنة المسلم عاش فيها تماماً مثل أبيه آدم، فأبونا آدم لما خلقه ربنا شرفه فخلقه في الجنة، فلما بث فيه الروح
وجد من حوله جمع من الملائكة ذاكرين، عابدين، راكعين، ساجدين، طائعين لله رب العالمين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأصبح مثلهم، لأن المسلم إذا كان في وسط جماعة طيبة كان مثلهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن كان في جماعة أخرى سيأخذ صفاتهم، فكلنا يحفظ الصاحب ساحب. شرف الله آدم وخلقه في الجنة حتى يرى بعينيه العبودية الحقة لله الجليل العظيم سبحانه وتعالى، ثم أنزله إلى الملائكة إلى الأرض، فعبد آدم ربه تشريفا في الجنة، ونزل إلى الأرض ليعبد ربه بالتكليف. فإذا أراد أن يعود إلى الجنة عليه أن يكون تقيا عابدا طائعا لله رب العالمين حتى يعود مرة أخرى إلى ذلك الشرف وإلى ذلك الأنس والقرب من الجليل سبحانه وتعالى. أهل العلم يقولون إن آدم لم يعص ربه على الأرض طيلة عمره كله، لأنه رأى أن معصية واحدة أخرجته من الجنة، فاستقام على الحق وهو نبي من أنبياء الله عليه السلام إلى أن قبضه الله، وقد رآه رسول الله في أعالي الجنان في المعراج وسلم عليه: السلام عليك يا أبي آدم، قال: وعليك السلام، نعم الابن الصالح والولد الصالح، صلى الله عليه وسلم. رمضان مثل الجنة تماما، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب الجحيم، يقيد الله الشياطين، يحبب الناس ربنا في الخير فيفعلون الخيرات، تجد المساجد عامرة، قرآن ربنا سبحانه وتعالى مفتوح بالليل والنهار، بالليل دوي في البيوت بقرآن ربنا للذاكرين الراكعين الساجدين المتقربين من الله العظيم، صدقات ولا يوجد بخل، أخلاق طيبة في معاملات بين الناس، كل ذلك خير، فرمضان جنة. فهل إذا انتهى رمضان سنستمر كآدم ونعبد ربنا مثلما عبدناه في رمضان، أم سننتكس على أعقابنا مرة أخرى؟ هذا سؤال لكل مسلم عليه أن يسأل نفسه، لأن ديننا لا ينفك المسلم عن ربه بمجرد ذهاب شعيرة إذا انتهى رمضان، بل يظل الإسلام ملازما لنا حتى آخر نفس في حياتنا وفي جميع أحوالنا، في بيوتنا، في أسواقنا، في معاملاتنا، في أعمالنا، في كل مكان الإسلام معنا. ورمضان وشوال وفي غيرهم من الشهور والأيام والأزمنة معنا نفس الهم بأننا عباد لله. إن ربنا قال في القرآن شعار لا بد أن يكون شعارا لكل مؤمن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. ونحن إن شاء الله من المسلمين، نسأل الله لنا ولكم الثبات، اللهم آمين. هذه العبودية التي في رمضان تشريف من الله وتحبيب، ستنتقل عند انقضاء رمضان إلى التكليف. وربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم، والخطاب إذا كان للرسول فهو خطاب للأمة، قال ربنا: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يلازمك الطاعة والتسبيح والذكر في كل أحوالك إلى آخر لحظة من عمرك. إن ربنا لما قال لنا في آيات الصيام قال: ولتكملوا العدة، تكملوا شهر رمضان، وبعدين: ولتكبروا الله على ما هداكم، صيحات العيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
ولتكبروا الله على إيه؟ على ما هداكم من صيام وقيام وصدقات وحسن أخلاق وتقرب من الجليل العظيم رب العالمين. لكن الغاية بعدها قال ولعلكم تشكرون، أي تستمرون على الطاعة التي تعلمتموها من رمضان، تستمروا على ذلك الخير. إن العبد لا يقف في التقرب على الله عز وجل بالفرائض فقط، بل دائما العبد في سباق حتى يكون أنيسا وقريبا من ربه سبحانه وتعالى. وانظر إلى كلام ربنا في الحديث القدسي، يقول ربنا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أفضل شيء تتقرب به إلى الله أن تؤدي الفرائض، أن تحافظ على الصلاة، أن تحافظ على الصيام والفرائض، الزكاة، الحج إن استطعت إلى ذلك السبيل، أن تكون موحدا لا تشرك بالله لا شركا خفيا رياء ولا عجبا ولا شرك مراءة ولا شرك من الكفار عياذا بالله. قال أحب شيء نتقرب به إلى الله ما افترضه ربنا علينا. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني بعد رمضان في نوافل، تفضل تعمل النوافل ربنا يحبك. يعني أي يحبك؟ يعني ربنا فسر، قال كنت سمعه الذي يسمع به، يعافيك من سماع الحرام، يجعل سمعك للحلال فقط، وبصره الذي يبصر به، يعافيك من رؤية الحرام، ويخليك دائما عينيك لا تقع إلا على كل جميل وخير، ويده التي يبطش بها، لا يفعل بها حراما بل يستخدمها في طاعة الله، ورجله التي يمشي بها، يعني لا يسعى إلا لفعل الخير فقط. قال ربنا وإن سألني لأعطينه. ترفع إيدك تقول له يا رب، ربنا يستجب على طول، يقول لبيك يا عبدي، لبيك يا عبدي، ويلبي لك نداءك. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن قلت اللهم أجرني من النار ربنا يبعد النار عنك، أجرني من الشيطان ربنا يبعد الشيطان عنك، أجرني من أهل السوء ربنا يبعد أهل السوء عنك. هكذا المؤمن إن حافظ على النوافل بعدها. انظر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أعلمنا أمور نذكر منها أمران نحاول أن نستمر عليهما بعد رمضان إن شاء الله، يكون من الأمور التي تعيننا على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفر له ذنوبه وحطت من خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بربك كده سبحان الله وبحمده دي 100 مرة تاخد كم مرة؟ تاخد كم دقيقة؟ سبحان الله وبحمده، 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 15 في أقل من الدقيقة، في 20 ثانية ولا 10 ثواني، يعني تاخد منك دقيقتين ربنا يغفر لك ذنوبك ويحط خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر من الكثرة. هذا مثال يدل على الكثرة، فإن عظمت الذنوب فإن عفو العفو الرحمن الرحيم أعظم سبحانه وتعالى. لكن كن واثقا بأن عفو الله قريب من الذين يتقربون إلى الله بما يحب، بالنوافل أن تحافظ عليها، ومن قبلها لا تهجر بيت الله، حافظ على الصلاة في المساجد، صم يوما أو يومين في كل أسبوع أو 3 أيام في كل شهر، تصدق في كل يوم كما اعتدت في رمضان أو في كل أسبوع أو في كل شهر، كن دائم الاستغفار، لا تهجر كتاب الله، كن دائما فاتحا للقرآن، اقرأ ما تيسر منه ولو صفحة واحدة في كل يوم تقربا إلى الله عز وجل. وانظر إلى هذا الحديث العجيب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم،
واعقد معي هذه المقارنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، وضوء اللي احنا عارفينه، تغسل يديك ثلاثا، تتمضمض ثلاثا، وتخرج الماء، تستنشق وتستنثر ثلاثا، تغسل وجهك من حدود الشعر هنا إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى أذن اليسرى، وتتخلل الأماكن الغائرة، وإذا كان عندك لحية بتخللها، بيغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، اليمين ثم الشمال، بيمسح رأسه ويمسح أذنيه ويغسل رجله، وبيغسل إلى الكعبين، يعني العظمتين الناتئتين قرب الساق اللي بتمسك فيهم القدم، لأن سيدنا النبي قال: ويل للأعقاب من النار ثلاثا، وبيخلل بين أصابعه اليمين والشمال. هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. طب هو في حد بيصلي والشيطان بيسيبه؟ أبدا، الشيطان هيجيلك. طب اللي مقصده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنت عارف بكرة الخيط؟ بكرة الخيط دي الشيطان بيجي يفكرك أمر وأنت في الصلاة. لو أنت خدت منه طرف الخيط وبدأت تلف على إيديك، الصلاة ضاعت. إنما لما بيجي يديك البكرة تقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أنت لا تحدث فيها نفسك، يبقى أنت انتصرت عليه، وبتاخد أجر إيه؟ أجر مضاعفة، أجر محاربة هذا الخبيث اللعين لعنة الله عليه، وأجر ثباتك على التركيز في صلاتك وإخلاصك. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل ايه؟ اتوضأ وصلى ركعتين بإخلاص لله. طب هو غفر له ما تقدم من ذنبه فقط؟ لا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، لقد سمعت دف نعليك في الجنة فبما سبقت. أنا دخلت الجنة سمعت صوت رجليك وانت ماشي، انت سبقت بإيه؟ قال: يا رسول الله، كلما أحدثت، يعني كل ما يتنقض وضوئي، توضأت وصليت ركعتين لله عز وجل في ليل أو في نهار. قال النبي: بهذا سبقت. يبقى مش مغفرة الذنوب فقط، لا، أتكون كمان من السابقين إلى أعالي الجنان الذين يفخر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعقد مقارنة وأنت ذكي لبيب بهذا. النبي قال: من توضأ وصلى ركعتين إخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه المقابل لهم؟ من صام رمضان 30 يوم أو 29 يوم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مساوي للركعتين، مش كده؟ من قام رمضان 30 يوم بتصلي 8 ركعات ولا 20 ركعة ولا 36 ركعة ولا 100 ركعة ولا 100 ركعة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مساوي لمين؟ للي توضى وصلى ركعتين مخلصا لله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مساوي لمين؟ لمن توضأ وصلى ركعتين. أرأيتم هذا الخير العظيم؟ كل ذلك يحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام إلينا، يريد منا أن نكون قريبين من الله عز وجل حتى نشعر بحلاوة الطاعة. إن إبراهيم بن أدهم قال: نحن في حلاوة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها. ما هي هذه الحلاوة؟ قال: حلاوة التلذذ بالسجود بين يدي الله العظيم الجليل. هذه لا يشعرها إلا المؤمنين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك الشعور، اللهم آمين، ولن يكون ذلك إلا بالاستمرار عليه. وأنا سأنصح نفسي وأنصحكم بهذا، استمر على ذلك الخير ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، يعني خد على قدك كده ولو حاجة بسيطة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال:
وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. لا تترك فعل الخير في كل يوم تقربا إلى الله عز وجل، داوم عليه، فإن المداومة عليه توصلك إلى رضوان الله. إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عاب على رجل أنه كان يقيم الليل ثم انقطع عنه، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن يا عبد الله، ما يا عبد الله لا تكن مثل فلان. ماله يا رسول الله؟ كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. هنصلي التراويح وبعد رمضان، هل هتصلي العشاء في المسجد برضو؟ هل هنشوفك في صلاة الفجر ولا هتشرفنا في صلاة الجمعة بس؟ تسأل نفسك السؤال ده. دليل الصدق مع الله ودليل القبول أن تستمر على الطاعة بعد رمضان، تستمر على الطاعة بعد رمضان. ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. استعمله يعني إيه؟ شغله عنده. ربنا لما يحب حد يشغله عنده، يخليه ينتقل من خير لخير ومن فضيلة لفضيلة ومن نعمة إلى نعمة. هكذا إذا أحب الله عبدا استعمله، إذا أحب الله عبدا استعمله، يعني شغله عنده. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، يعني يخليه مستمر على الطاعة، على الطاعة إلى آخر لحظة من عمره. إن ابن الزبير بن العوام لما كبر في السن أصيب بمرض الشلل، فلما سمع أذان المغرب قال لأبنائه: احملوني إلى بيت الله لأصلي. قالوا: إن الله قد وضع عنك الصلاة في المسجد لعذرك، فربنا قال: ليس على المريض حرج فصل في البيت. قال: أتريدونني أن أسمع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ولا ألبي نداء ربي؟ لا والله، لتحملوني إلى المسجد. فحملوه، فلما صلى المغرب مع الإمام وفي السجدة الأخيرة فاضت روحه إلى الله رب العالمين. تراه استعمله الله أم لم يستعمله الله؟ أكلنا يعلم ذلك، أن الأعمال بالخواتيم، ومن ختم له بذلك ساجدا يبعث يوم القيامة ساجدا أمام الخلائق كلهم. لماذا؟ لأنه استمر على الطاعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دليل الصدق أن تستمر على طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فيا أحباب رسول الله، يا من صمتم وأحسنتم، لازموا ما اعتدتم عليه من الخير في رمضان، لا تنقطعوا عن بيوت الله، خذوا من العمل ما تستطيعون، اثبتوا عليه ولو كان قليلا. إن الله سبحانه وتعالى إن اطلع على قلب العبد أنه يريد الثبات ويفعل الخير بقدر ما يستطيع، يأتي الثبات من الله. الثبات مش من عندنا ولا من قوتنا. ربنا يقول في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قول لا إله إلا الله، على فعل الطاعات والتقرب من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذي صام واتقى ربه سوف تظهر هذه التقوى بعد رمضان باستمراره على الطاعة، وسيجد خيرا كثيرا. إن ربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن ربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن ربنا يقول: ومن يتق الله يعظم له أجرا. هذه هي الغاية، أن تصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. في وداع رمضان عاهد الله أن تستمر على الطاعات، ولا تكن من هؤلاء الذين ينقضون العهد مع الله مع فجر يوم العيد. لا نرى فيه إلا الذين اعتادوا أن يأتون إلى المساجد. أكرمكم الله
بالحضور في صلاة الفجر دائما، فداوموا على ذلك الخير إلى أن تلقوا الله، إلى أن تلقوا الله. على الأقل ثبتوا إخوانكم في فلسطين بدعائكم في صلاة الفجر، فإن رئيسة هذه العصابة المجرمة قالت يوما: لن ينتصر المسلمون علينا إلا إذا كان فجرهم كجمعتهم. حافظوا على صلاة الفجر، حافظوا على الصلوات في المساجد قدر ما تستطيعوا، تقربوا من الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، امرأة خفيفة العقل ضرب الله بها مثلا، تظل طوال النهار تغزل ثوبا وعلى آخر النهار تعمل إيه؟ تخرب ما صنعته، تفك كله. زي اللي بيصوم رمضان كله ويقوم فيه بعد رمضان يعود إلى ما كان عليه من حاله السابق، عياذا بالله. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء، اللهم آمين. ربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، مش في رمضان بس، في كل زمن من الأزمنة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هناك في أرض الموقف في ذلك اليوم العصيب ينادى عليك: أين الصائمون القائمون حتى يدخلوا من باب الريان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفخر بكم إن أنتم ثبتتم على هذه النعمة التي اكتسبتموها في شهر رمضان. أبشروا، فإن ثواب الطاعة عظيم عند الله رب العالمين. نسأل الله العظيم أن يكتب لنا خيرا في قلوب المؤمنين، إن الذين يتقربون إلى الله بالعمل الصالح دائما يجعل الله في قلوب أوليائه وأحبائه محبة عظيمة لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ألسنة عباد الصالحين يتذكرونك وهم ساجدون. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اجعلهم ثابتين، اللهم اجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. وربما أنت لا تعرفه ولم تقابله، لكن سمع عنك، كل ذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى. إياكم إياكم أن تهجروا المساجد بعد رمضان. كيف يكون قد تحققت التقوى لدينا إن هجرنا المساجد وهجرنا القرآن وعدنا إلى المحرمات مرة أخرى؟ إن ذلك لأمر عظيم يا أهل الصيام. العبد يزداد من العبادات قربا إلى الله، فزيد